السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. هكلمكم النهاردة في معلومة طبية مهمة جدا بالنسبة للبنات، اسمرار الشفايف. بنات كتير بتتضايق من اسمرار الشفايف، هنقول لكم السبب وهنقول لكم العلاج في الفيديو. تابع معانا إن شاء الله بإذن الله هتستفيد. كل يوم بننزل معلومة طبية، كل يوم هننزل بث مباشر ابتداء من النهاردة للرد على استفساراتكم والرد على الأسئلة الموجهة لينا. إن شاء الله بإذن الله البث هيبقى الساعة 9 يوميا كل يوم لمدة نص ساعة. طيب هكلمكم النهارده تاني، هنرجع لموضوعنا اللي هو اسمرار الشفايف. انت دلوقتي بتدوري على المنظر وبتدوري على الجمال، يبقى لازم نضحي ببعض الحاجات. اول حاجه هتضحي بيها ايه؟ التدخين. البنات اللي بتدخن خصوصا السجاير والشيشه، يا ريت بعد اذنكم نقلل شويه من التدخين، سواء بقى شيشه او سجاير. الشباب طبعا اللي بتدخن لو هيظهر عليك الاعراض دي، هتظهر عليك اعراض اسمرار الشفايف طبعا. انت لو مش بتبص للمظهر فخلاص مش مهم، لكن البنات طبعا هي اللي بتبص للمنظر. اول سبب من اسباب اسمرار الشفايف هو التدخين. النيكوتين بيترسب على الشفايف ودي بيدي اللون الغامق والاسمرار. تاني سبب هنتعرض ليه هو قلة شرب الماء. الماء طبعا حاجة ضرورية جدا وخصوصا للشفايف، تعمل على ترطيب الشفايف. وكمان زبدة الكاكاو، لو انت مش هتقدري تشربي مية كتير نرطب الشفايف بزبدة الكاكاو. العادة بتاعتكم بقى بتاعت الاكتئاب ديت، وكل شوية البنت تقعد تقرقع في شفايفها، دي كده طبعا هتؤدي الى اسمرار الشفايف. طيب في اخر حاجه بقى اللي هي الروج. الروج ويعني المظاهر الخداعه اللي البنات عماله تحطها لنا، وكل شويه يطلعوا بماركه جديده. طبعا احنا بلاش الماركات الرديئه. في المكياج بالذات تعرفنا بيها وتعرضنا ليها للبشره وقلنا دي بسبب اثار وحبوب على البشره. كمان في الشفايف هيبقى ليها دور هنا، اهوت هيؤدي الى اسمرار الشفايف. الروج دوت اللي هو في الماركات الرديئه بيحتوي على رصاص، والرصاص دوت ماده بتترسب على الشفايف وبتدي اللون الغامق دوت. طيب انا دلوقتي عشان استخدم روج يبقى استخدم ماركه نظيفه زي اللي احنا قلناها قبل كده، اللي هي سيبيل او الميبيلين. دي ماركات عالميه ومعروفه. معيش فلوس اشتري روج غالي او ماركه، يبقى ما احطش روج اصلا. طب انا متعوده احط روج، او الناس بتشوفني بالروج، او بيبقى شكلي احلى بالروج، حط روج. بس قبل ما تحط روج يا ريت يبقى في عازل، زي ما قلنا في البشره نحط البرايمر قبل ما نحط الميك اب. دلوقتي في الشفايف هنحط زبده الكاكاو قبل ما تحط الروج بتاعي. معلومات كتير هتستفيد منها، تابع معانا ان شاء الله باذن الله هتستفيد. معاكم دكتور حسام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.